أيها الإخوة والأخوات، الله سبحانه وتعالى نعموه فربضا أي الله سبحانه وتعالى نقول نعمة استي نعمة كستا وكم إذا نعموه إنك إله سبحانه وتعالى ونسيي واهبة من الله وقلب إيا فضل إلهي حقي سكاهاتي سبحانه وتعالى نعمويك إلهي سبحانه وتعالى ونوغل ولا ليال بعد نعمة الإسلام وحقوين نعمة الأولاد نعمة الأس وإلهي سبحانه وتعالى وكو خاصي علي أدومي سقيبك من أهل قيبك لنا إلهي سبحانه وتعالى وكقديي وحن نعمة أيضا دريم كره قفك من إلهي سبحانه وتعالى كل رزاق أولاده إلهي سبحانه وتعالى أولاده ونسينين الله نوت المامي في سورة الشورى ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير إلهي حرسنا ذي سماواتك يدل لك ملك جوده وحو دارون إلهي سبحانه وتعالى عبوراه عدو دار إلهي وحوه بيا أولاد ويلالأه عدو دار إلهي وحوه بيا سبحانه وتعالى أولاد قبلاه عدو دار إلهي سبحانه وتعالى وسود دراه عدو دارنا إلهي سبحانه وتعالى وحكي له أولاد لآن اللنا وعلى أعلم بذن وحا أصمين هايو شيء كستر ماشي وكوها بونا ديبو نعم داس إلهي ونسي سبحانه وتعالى وحي قيمة سيلا رحي مرك يا أولاد أيهين أولاد صالحين مرك أيهين لذلك النبي وحوت المام عليه الصلاة والسلام قفك مركب ودنته عمل كيسئين استاذها يوم إلا صدح مؤذيه صدح النبي وقوتري وحاكم لها ولد صالح أو ولد صالح يدعو له إنه قفك كتب ولد ولد كان النبي وحوك قيد عليه الصلاة والسلام إنه يهي ولد صالح أو وناكسا كاسو أسود دعيه عروت أديهن عروس صالحين وإله سبحانه وتعالى وكو إرزاقه ووحى إشاء يفق بوسته ووحى قفك قلبه سأكو فرحه انت أدونك الجوب ومدى إله سبحانه وتعالى ويدي سنهين عباد الرحمن وإلهيين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وكو يراه له رب يو وحن ضيع شهوان كمذا يا عرور تنرى كو أي إيش كو قبوسته سادرت ولا ليال أهمية إليه ولد كصالحة أنبياء إله سبحانه وتعالى يا إله وحي كبر يا إله سبحانه وتعالى وكل زاقه أولاد ونكسر هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة أولاد مركزي إلهي كعذب أولاد صالحين أولا أكسن قفك والدك يا أباها أو حاصارا إنه أولاد تربية وأخلاق دودا دين تودا إنه كد ذلك